3 في الصاله 2 بمجمع صالات استاد القاهره، ومعي طبعا النهارده الكابتن حمدي الصافي المدير الفني لابطال العرب ارسات كره الطايره. مبروك كابتن حمدي الفوز بالبطوله للعام الثاني على التوالي، تقول ايه باللحظه دي في الحضور الجماهيري الكبير ده؟ الحمد لله لحظه سعيده طبعا، بنكسب وسط جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي، وبنكسب بجداره ومع فرق قويه، كل فرق قويه الشمال الافريقي موجوده، نهائي قوي جدا، اقوى كمان من السنه اللي فاتت، فريق الجزائر فريق محترم جدا وفريق قوي، الحمد لله ادينا مباراه قويه وفرحنا جمهورنا وفرحنا مجلس الاداره بتاعنا. البطوله استعدت لها ازاي؟ وايه الاختلاف بينها وبين البطوله السابقه اللي كانت برضه الفاينل بتاعها مع المجمع الجزائري؟ لا البطوله دي اكتر فيها محترفين، فيها فريق الصفاقسي قوي، فريق مجمع قوي، رغم كل عدد الفرق لان ثلاث فرق منافسين اقوياء جدا ومعاهم فريق سبورتنج. مستوى البطوله اعداد كويس للبطوله الافريقيه، ده التارجت بتاعك في مارس القادم؟ اكيد طبعا، احنا بنشتغل على السيزون كله كوحده واحده، ابتدينا بالبطوله العربيه والحمد لله عندنا لسه الافريقيه الحمد لله. البطوله السنه دي مين اللي من اللاعبات اللي طلع معاك بشكل كويس او تم تصعيده او شارك معاك خاصه من البنات صغار السن؟ عندنا في صغار السن عندنا دانا شوقي ونور ياسين، قدوا مباريات قويه جدا، ولكن فريق النادي الاهلي مش فريق نجم واحد، عندنا فريق جماعي بيعتمد على الجماعيه وكلهم نجوم الحمد لله. بطوله افريقيا ان شاء الله يعني الاهلي اقرب ليها في ظل ان معاك بطل تونس بطل الجزائر. طبعا افريقيا ليها شغل تاني خالص، عندنا في فرق كينيا برضو فرق كاميرون قويه، هيبقى المنافسه كمان اصعب من كده كمان. طيب احصائيات البطوله توقع في النهايه افضل ارسال، افضل حائط صد، يعني افضل ضارب، ان شاء الله كل ده من بنات الفريق الاهلي الانسات لكره الطايره، ولا شايف المنافسه هتبقى ازاي بالذات في الافضل اللاعبات خلال البطوله؟ الاهلي طبعا البطل وعندنا كذا لاعبه تستحق انها تتوج بكاس المهاره في كذا مهاره، وان شاء الله باذن الله هنشوف الاحصائيات دلوقتي واتوقع فوز كذا لعيبه اكتر من لعيبه. طيب جمهور الاهلي بقى اللي في خلفيه الصوره مع حضرتك كابتن حمدي، تحب توجه لهم رساله تقول لهم ايه؟ واشكرهم جدا العام الثاني على التوالي بيقفوا ورانا وبيبقى عامل اساسي معانا في تحقيق الانجاز، وطول ما هم ورانا ان شاء الله باذن الله هنحقق انجازات كتير. بالتوفيق يا كابتن حمدي، شكرا جزيلا. كابتن هيثم ده كان لقاءنا مع كابتن حمدي الصافي المدير الفني لانسات الكره الطايره بالنادي الاهلي بطل العرب للعام الثاني على التوالي، بيستعد لافريقيا في مارس القادم، لكن في هذه اللحظات خلاص الكل بيستعد لمراسم التتويج، الاهلي على راس البطوله بطلا للعرب للعام الثاني، وان شاء الله البطوله الافريقيه في مارس في صاله الامير عبد الله الفيصل وسط الجمهور الكبير، وسط هذا الجمهور العريض اللي بيشجع وبيأزر بنات وانسات فريق الكره الطايره وكل العاب داخل النادي الاهلي. عوده من جديد اليك كابتن هيثم السعيد مع هذا المشهد الرائع، جماهير النادي الاهلي اعظم جمهور في الكون.